هيا يا حسون، إنه دورك. أحسنت يا حسون. رائع يا ريشة. يبدو أن الكرة ثقيلة على بلبل. لا تقلقوا يا أصدقائي، نستطيع أن نجد حلاً. أنا أخبركم كيف نستطيع أن نقوم بتعديل. التعديل هو عمل تغيير في اللعبة حتى يتمكن الجميع من المشاركة. الآن دعونا نرى بسمة وجاد كيف سيقومان بالتعديل على لعبتهما. شوف الحارة شو حلو اليوم يا جيران، شوف الحارة. يا سلام. أنا جيت. شفتوا الأقراص حلوة ازاي؟ حتكون هايلة في عرض المواهب. صح. يا أنا كتير متحمسة. التجهيز شكله كله تمام، شكله العرض راح يكون اليوم كتير حلو. صح. طيب سؤال، ممكن تحكولنا شو هي قوانين لعبة عرض المواهب كمان مرة؟ طيب مين راح يكون لجنة التحكيم؟ ومين المتسابقين؟ مين؟ حاضر، حجاوب على أسئلتكم واحد واحد. بعد ما المتسابق بيطلع يعرض موهبته يا جاد، إذا لجنة التحكيم عجبها الموهبة بتدوس على الزرار. بسمة، المتسابقين رح يكونوا أي حدا عنده موهبة حابب يعرضها للكل بيقدر يشارك، ولجنة التحكيم رح يكونوا أي حدا حابب يتفرج بيقدر يكون لجنة التحكيم. وهلأ إذا الحكم إلمو. هايل، جيت في وقتك يا إلمو، شكل العرض هيبدأ دلوقتي. يا سلام، وهلأ صار وقت عرض مواهب أهلا سمسم. شكرا. أهلا وسهلا فيكم جميعا، بنرحب فيكم بأول عرض مواهب ب أهلا سمسم. حب نعرفكم على لجنة التحكيم المميزة. الحكم الأول جاد. الحكم الثاني بسمة. مع صديقنا اللطيف جدا الحكم الثالث إلمو. طيب هلا بنقدر نبلش بالعرض مع المتسابق الأول معانا اللي هو، خليني أساعدكم، هي لطيفة جدا وبتحب كل حاجة مدورة ومستمعة هايلة. معزوزة. معزوزة. مظبوط، رحبوا معنا بي معزوزة. 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 معزوزة، بالنسبة للرأس كان ممتاز. طبعا نعم. بس ما حبيتك. بس ما إلمو كمان كتير حب الرقصة. هايل يا معزوزة، قدرتي تحصلي على 3 أصوات. أما الآن فمع المتسابق التالي، رحبوا معنا بصديق الجميع المفضل والأزرق، وما تنسى الموهوب جدا.
والموهوب جدا. شكرا. كاكي. مرحبا، انا اسمي كاكي، واليوم جاي افرجيكم موهبتي. كم كاكي بقدر اكل مع بعض؟ شوفوا. كاكي يا كاكي، انا كتير حبيت موهبتك. طبعا نعم. شكرا. اسمع، ما بتعطيك كبس السر. يعني كاكي كتير لطيف، بس هو دائما بياكل كعك. انا فكرت انه ذوقي وذوق بسمة نفس الشيء. ها، انا بدي يكون رأيه مثل رأيي. يا اصدقائي، هل رأيتم ما حدث؟ يبدو ان جاد يشعر بخيبة أمل. يبدو أنه يريد من بسمة أن تعجب بالمواهب ذاتها التي تعجبه هو. ولكننا لا نحب دائماً الأشياء ذاتها التي يحبها الآخرون. دعونا نرى ماذا سيحصل الآن. ودلوقتي حنستقبل المتسابق التالي. صديقنا اللي عنده مواهب عشوائية كتيرة ومساعدته المتميزة جوجو غربون. جوجو، هلأ دورنا يا جوجو، لازم نثبت لهم إن الأفضل. يلا يا جوجو. جوجو غربو، جوجو غربو، جوجو غربو. شكرا. يا جوجو، جوجو جاهزة يا جوجو؟ وأي أغنية حاب نغني اليوم؟ بق 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 بق. بصير، يلا مقام النهاوند. عشوائية عربياتي، عشوائية أشياءاتي، غنوا يلا يا جاجاتي. بق 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 بقاتي. ليش كبستي الجرس؟ كتير كتير أنا بحب موهبة قرقود، هو كتير شاطر. شكراً كتير يا بسمة، شكراً، خجلتيني. أنا بعرف إنهن شاطرين، بس أنا قصدي إنه ما كان في شي مميز بالعرض. أنا بدي شي مميز. بس أنا حبيتهم. إلمو كمان يا جاد، حب العرض كتير. كتير حلو كان، صح؟ عنجد؟ أنا ما عم بفهم ليه أنا وبسمة ما عم نتفق. أنا زعلان إنه أنا وبسمة ما عم نختار نفس المواهب. أنا زعلان. توقف، لاحظ، فكر. يجب على جاد أن يتوقف ويلاحظ كيف يمكن لآراء أصدقائه أن تختلف عن آرائه ويفكر ما الذي يمكن أن يشعر به. جاد حبيبي، وين رحت؟ هادي، أنا زعلان. زعلان؟ ليش؟ إيش صار؟ بسمة وإلمو عم يختاروا مواهب غير يلي أنا عم بختارها. فهمت عليك، يعني أنت وأصدقائك مش عم تتفقوا على نفس الإشي. انت زعلان. طيب انا عندي فكره ممكن تساعدك. ها؟ عن جد؟ شو هي الفكره؟ هي انه نوقف، نلاحظ، ونفكر. بالاول خلينا نوقف، لانه لما نوقف هذا الاشي بيساعدنا نتحضر للتركيز. تمام، ناخذ نفس عميق، نحط ايدينا على بطننا، شهيق، زفير، شهيق، زفير. أحسن شوي؟ أحسن. طيب هلأ يا جاد أنت راح تقدر تلاحظ. بدنا نلاحظ إلمو وبسمة
كيف كانوا عم بتصرفوا وقت عرض المواهب؟ شو كانوا عم بيعملوا؟ كيف كان شكلهم؟ هل ممكن إنه نلاحظ كيف غيرنا بيتصرف؟ لما نلاحظ رح نقدر عليهم نتعرف. شو بيقولوا؟ شو عم يحكوا؟ شو عم يعملوا؟ لاحظ لاحظ لاحظ، شوف وجوههم شو بتعبر، شو ممكن يحسوا. لاحظ لاحظ لاحظ، إذا مبسوطين، إذا زعلانين، إذا متحمسين. لاحظ لاحظ لاحظ، هل ممكن إنه نلاحظ كيف غيرنا بيتصرف؟ لما نلاحظ رح نقدر عليهم نتعرف. حسب ما بتذكر إلمو وبسمة كانوا عم يضحكوا وهن عم يتابعوا العروض ويختاروا المواهب اللي بحبوها. حلو كتير. خلينا هلأ نفكر كيف إلمو وبسمة كانوا عم بيشعروا وقتها. أكيد أكيد كانوا متحمسين ومبسوطين مثلي أنا بالضبط، هن عم يختاروا المواهب اللي بحبوها. بس هادي أنا بدي إياهم يختاروا نفس المواهب يلي أنا عم بختارها. فاهم عليك جاد حبيبي، بس أنت بتعرف إنه كل واحد فينا بيفكر بطريقة بتختلف عن التانية، وهذا الإشي طبيعي. عادي عادي يكون رأيك بيختلف عن رأيي كتير، حتى ممكن يكون شعورك بيختلف عن شعوري كتير. تمام هلأ أفهمت. بسمة بتحب تغني وترقص، إلمو بحب البسكليت تبعه، أما أنا فبحب أرسم. بس كلياتنا بالنهاية أصدقاء. يا عيني عليك جاد، أنا عن جد كتير 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 فخور فيك، ودائما دائما دائما في مجال لكل الأفكار ولكل المشاعر. تمام تمام، بس ما إلمو جاد منيح اللي اجيت. بس ما إلمو أنا آسف. ليه؟ أنا فكرت إنه كلياتنا لازم نختار نفس المواهب يلي أنا عم بختارها، وبصراحة أنا زعلت لأنه ما بتختاروا نفس المواهب يلي أنا بحبها وعم بختارها. بس جاد يعني مرات أنا بحب أشياء مختلفة عنك. صح، وهادي قال لي إنه شيء طبيعي إنه الأصدقاء يحبوا أشياء مختلفة عن بعضها. شوفوا شوفوا، ها؟ شكلها سلمى رح تعلن إشي هلأ. ودلوقتي قبل الانتهاء من عرض مواهب، أهلا سمسم، عندنا ليكو عرض أخير. يا سلام. عادي عادي يكون رأيك بيختلف عن رأيي كتير، حتى ممكن يكون شعورك بيختلف عن شعوري كتير. مش ضروري إنه الأشياء اللي بتعجبني هي نفسها بتعجب الكل، مش ضروري إنه الأشياء اللي بتزعجني هي نفسها بتزعج الكل. عادي عادي يكون رأيك بيختلف عن رأيي كتير، حتى ممكن يكون شعورك يختلف عن شعوري كتير. رأيك حلو ورأيي حلو وفي مجال الرأيين. هيا يا بلبل جرب الآن. أنا فخور بكم. كما ترون عندما نقوم بتعديل لعبة ما، يستطيع الجميع أن يشاركوا في المرح. مرحبا مرحبا سند. شو رأيك نغني سنة حلوة يا جميل؟ جاهز؟ سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة
سنة حلوة يا جميل. كل عام انت بخير. وهلأ صار وقت مكتشفي المشاعر القوية. اليوم أميرة عندها شعور الغيرة. مرحبا فيكم بأروع عرض بالعالم. من بطولتي أنا جاد العظيم، وأنا بسمة الرائعة. اليوم جاد العظيم وبسمة الرائعة رح يتفننوا بالكرات. جاهزين؟ دور بسمة الرائعة. كتير أصعب مما كنت متخيلة. شوفي بسمة، برمي الكرات وحدة ورا التانية، ها ها، وبعد هيك بمسكن وحدة ورا التانية. بس هو مو سهل مثل ما عم تقول. يا ريت بعرف أرمي الكرات مثل جاد العظيم. منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا عنده شعور قوي كتير. بس ما أنت منيحة؟ أنا يمكن. المهم في عنا صديق بحاجة إلنا. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج، لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مين شايفة؟ هاي أميرة، واضح إنه عندها شعور قوي. أميرة وش عابس مثل هيك وكتافها عاملين مثل هيك. خلص ما بدي أعمل هيك. جد خلينا نروح نشوفها. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. استعداد، تأهب، انطلاق. مرحبا، شو اللعبة اللي عم تلعبوها؟ أوه مرحبا جاد، هذا سباق للطيارات الورقية، واللي بتوصل طيارته أبعد إشي بيربح. آخر مرة طيارتي وصلت أبعد إشي، وهالمرة فازت طيارة حلوم، وطيارتي دايماً بالمركز الأخير. أميرة، واضح إنه عندك شعور قوي. صح أكيد، شوفوا طيارة حلوم قديش عم تطير بعيد، وهلأ شوفوا طيارتي. كتير حلوة طيارتك. يمكن تكون حلوة بس ما عم بتطير أبداً. جوجو عم تقول إنه لما نتمنى يكون عنا شي موجود عند حدا غيرنا أو نتمنى لو نقدر نعمل إشي غيرنا شاطر فيه، هاد اسمه غيرة. غيرة؟ أميرة، شعورك هلأ هو زي اللي أنا كنت حاسة فيه. جاد كان كتير شاطر، هو عم بيرمي الكرات وأنا لأ، كنت كتير حاسة بالغيرة. هذا اللي حسيت فيه، حسيت بالغيرة من حلوم وسلحوف، طياراتهم عم تطير بعيد وطيارتي أنا ما عم تطير. صح جوجو، كلنا ممكن نحس بالغيرة من حدا من أصدقائنا لو مر بحياتنا. بس أنا بدي ألعب، وصعب ألعب وأنا حاسة بالغيرة. كيف أتعامل مع هذا الشعور؟ تقدري تعدي للخمسة، هاي الطريقة دايماً بتساعدني. يلا نعد كلنا سوا. خدوا شهيق عميق وزفير وبعد هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كيف حاسة هلأ أميرة؟ حاسة حالي أحسن شوي. مزبوط طياراتهم عم تطير لبعيد، بس طيارتي إلها أحلى زرار. كتير حلوة وبتلمع طيارتك أميرة. شكراً إلكم. وإنتي بسمة؟ حاسة حالك أحسن؟ أحسن كتير، لأنه كتير حلو يكون عندي صديق شاطر برمي الكرات. أنت عن جد جاد العظيم.
شكرا، بسمع الكلام الحلو. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. ها؟ من وين اجى هذا الصوت؟ مرحبا، انا بسمة. وانت؟ ها؟ مو فاهمة، بس يعني صوتك كتير حلو وعم بتغني نفس اغنيتي. انا ما بعرف احكي مثلك، بس انا بدي نصير اصحاب. انا وانت عندنا نفس الفكره، بدك نغني مع بعض صح؟ يلا. يا انا كتير مبسوطه لاني تعرفت عليك. وصحيح انه احنا التنين بنحكي لغات مختلفه، بس احنا التنين منحب الموسيقى والاغاني. اهلا معزوزة، تعالي اعرفك على صديقي الجديد. معزوزة، انت والعصفور طلعتوا صحاب؟ هو جاي عشان تتدربوا على الاغنيه؟ ياه، بصير اتدرب معكم؟ كتير حلو. هذا صديقي سالار، عمره 8 سنوات. سالار يعيش في مدينة أربيل. يذهب سالار اليوم مع أبيه وأخته سيما إلى المعهد الموسيقي ليتعلم العزف على آلة الساز. أستاذ الموسيقى قال لسالار إن الساز آلة موسيقية قديمة جدا، وإن أجداده كانوا يعزفون عليها. زور خوشة، ليش عندي خوشة؟ تعلم سالار في المعهد كيف يمسك آلة الساز وكيف يضع يده على الأوتار. بوشي وزيلي دا وكلي دا أو بود. أستاذ الموسيقى قال لسالار بأنه سيكون عازف جيد بالتدريب والمثابرة. سالار يتدرب في البيت. التمرين أصعب مما كان يتوقع. ولكن مع الكثير من الصبر والتمرين أصبح عزف سالار أحسن يوم بعد يوم. عائلة سالار تشجعه وتحب أن تستمع إليه وهو يتمرن. اليوم هو عيد ميلاد أخته سيما، وأرادوا أن يحتفلوا في هذا اليوم في القلعة، هذا المكان التاريخي الذي يحبه سالار جداً. سالار عزف لعائلته مقطوعة موسيقية بعد أن تدرب على آلة الساز طوال الفترة الماضية. وهذا هي هديته لأخته سيما. سالار سعيد جدا وهو يتمنى أن يصبح عازف ساز مشهورا يوما ما.